أبونا بطرنيوس كان قبل رهبانته شابا مجتهدا، حصل على بكالوريوس الطب، تخصص في القلب، كنت أقابله في مستشفى الحياة بالباطن الأبيض من العطشيات بتاعته، لما يكون ما يحضر أحد المرضى، وكان يلتزمني طيلة الزيارة ويتنقل معي من حفرة إلى حفرة ومن عمر إلى عمر، ولا يتركني إلا بعد أن أركب السيارة كانت معاملته حلوة، وكتير ما كلمني عن رغبته في الرهبنة، وكنت أتأنى عليه، ولما تأكدت من رغبته الأكيدة في الرهبنة ورأيت فيه وداعة وبساطة وطيبة القلب، وأنه يصلح للرهبنة لأنه مستقبل كل الشباب، سمعت له بدخول الدين، بدأ أبونا بطرنيوس في الدين بداية طيبة، وجدنا فيه الطاعة الاتضاع والنشاط والخدمة اللازمة للإخوان، خصوصا أنه كان طبيب فوجد فرصته لخدمة الإخوان الكبير والصغير منهم، بمجرد أن يستدعي أحد مصاب ولو بدور جوازة بسيط، كان يذهب إليه في الحال ويقوم بالواجب والكشف والأدوية والمهنان عليه، وكان كمان هو ماسك العيادة، يعني كان طبيب صيدلي في وقت واحد. لما يحتاج الأمر إلى أدوية يذهب إلى العيادة ويحضر الدواء اللازم، لا يبالي بحر في الصيف ولا برد في الشتاء ولا طول المسافات بين الأهالي، وهو يسير على القدمين، كان يعمل هذا بمحبة وجد واجتهاد دون أن ينتظر مديحا ولا شكرا من أحد، ويتابع الحالة حتى يتم الشفاء. أهل بركة الخدمة بتاعته كما وصفها ربنا يسوع المسيح في الإنجيل، من أراد أن يكون بكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون بكم أولا فليكن للجميع عبدا، خدم أخواته خدمة عظيمة ومنتظرة، خدم الجميع بروح طيبة منتظرة، إلى جانب عبادته الحار الملتزم، كان يحضر القداس كل يوم ويتناول الأسرار المقدسة، إلى جانب تكبير قانونه الرباني في القلاية من صلوات القراءات، كان مستعد وكأنه يعرف أنه لم يعرف
وكان لسان حاله ويقول اسلوبه تدقيق لكن وهلاء لك حكماء مفتدين الوقت لان الايام شريفه. صرنا خدماته ونشيطه لكن كسبناه شفيعا قويا عند الله. خسرت الارض كسبتها السماء. فرح به الملائكة لأنه عاش حياة حقيقية على الأرض، وهكذا يكون فرح بين ملائكة الله. فرح الله بقدومه لأنه عزيز في عيني الله المتقدسين، وأخذ الله يشير إليه ويقول كما كان بإذن الله الصباح هذا هو ابن الحبيب الذي به سرته. هنيئا لك ابن الحبيب القدوس الذي اعانك عنانا ويكمل كلامنا بالسلام ولم نقص تاخير. ربنا يبارك فيكم يا الهنا.